السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة شوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله معانا موقع جديد للتعدين على جميع العملات. طريقة التسجيل في الموقع، اكتب الايميل، الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد، الايميل وعادة الايميل والاسم والباسورد وعادة الباسورد. وبتيجي من هنا وبتعمل تسجيل، وبعد كده بتخش على دخول، بتكتب الاسم والباسورد وبتعمل تسجيل دخول. ادي شكل الموقع من الداخل، عندك كل العملات اهي، مجموعة عملات يعني زي ما انت عايز. طريقة السحب من الموقع، هنخش على السحب عشان اوريكم كل حد ادنى الموقع قد ايه. يعني عندك الدوك كوين هنا 2000، السحب 2000، دوك كوين، ليت كوين 15000، البيتكوين عندك 10000. مئة ألف، مئة ألف ده مئة ألف ساتوشي، مش بيتكوين ولا بيتكوين ولا ليتكوين، لا ساتوشي. الدولار بقى عالي شوية في الموقع، الدولار 3 دولار و50 سنت، 3 دولار ونص. شوفوا العملة القليلة واشتغلوا عليها وجربوا الموقع الأول في السحب، عشان الموقع لسه جديد ما عرفش إذا كان صادق ولا لأ. فنجربوا على عملة تكون بسيطة، وجربوا السحب بتاعه وشوفوا اذا كان الموقع كويس ولا لا، واللي يوصل قبل التاني يا ريت يبلغ عشان نعرف. انا كده كده هعدن على الدولار لان انا ما بستعملش العملات دي قوي يعني. فهنخش بعد كده ايه على الصفحة الرئيسية زي ما احنا كنا في الاول، او زي ما انتوا شايفين هتخش على كلمة موني ديت تبدأ التعدين معاك. انا بعدن على الدولار اهو، زي ما انت شايف الموقع شغال بيعدن. اي عملة عايز تعدن عليها بدوس على كلمة مونيل ديت يلاقي الموقع عدن معاك. هنخش على ايه، هنترجم باللغة العربية. الوديعة، لو انت عايز تودع في الموقع وتزود ارباحك، بتيجي من كلمة، من تاني كلمة دي، وبتخش تحدد من هنا الحصول على المحفظة، وبتبعت للموقع. الموقع بيقبل اي حاجه الا يعني اي حاجه ممكن تعد، ممكن ملوش حد ادنى في الايداع يعني، بس للدولار بس 10 سنت. هنا ممكن تبدل من العمله لعمله او من العمله للسرعه، من هنا كده بتحدد العمله اهو، ومن هنا القيمه، وهنا بتستلم، وهنا الشركاء. ده هنا لما يكون عندك حالات بتظهر في الخانة ده، هي تاريخ السحب يبقى من هنا، شوف انت سحبت امتى، رابط الاحالة اهو. الموقع بتستفادش من الاحالة غير في حالة الايداع فقط لا غير، غير كده بتستفادش من الاحالة. وهنا الملف الشخصي، وبكده يكون انتهينا من الشرح. الموقع لسه جديد طبعا معرفش عنه حاجة، وكلنا نسجل فيه مع بعضينا، وان شاء الله يكون موقع كويس وكلنا نستفاد منه. ولو عجبك الفيديو متنساش دعمنا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.